عمرك جريت ورا فار قبل كده ولقيته بيجري على السجاده، رحت نافض السجاده كده من ناحيه لحد ما عملت موجه وقفشت الفار وقفلته؟ ايه ده؟ سوري معلش، ده الحاجات دي في توم وجيري. ده احنا ممكن نشوفها هنا في برنامج المختبر ونشوف ازاي ممكن تعمل موجه من غير ما تحرك السجاده. بعد ما اخدناكم في رحله وعرفنا ايه هي الحركه وايه هي انواعها وكمان عرفنا بالظبط يعني ايه الحركه الاهتزازيه واستمتعنا بتجاربها وكمان سجلناها، معادنا النهارده نعرف يعني ايه الحركه الموجيه. الحركه الموجيه موجوده في كل حاجه حوالينا، يعني مثلا بتشوفها في ابسط مثال الموجه بتاعه الميه لما بترمي الطوبه، ده غير ان الصوت والضوء يعتبروا حركات موجيه. الصوت والضوء حركات موجيه؟ ايوه. دلوقتي هنفهم يعني ايه حركه موجيه الاول ونعرفكم ازاي الصوت والضوء يعتبروا حركه موجيه. الحركه الموجيه من كلمتين حركه. احنا متفقين مع بعض ان الحركه الموجيه نوع من انواع الحركه. موجيه يعني موجه بتتحرك، ولكن هل كل شكل الموجات بنفس المنظر اللي انا بعمله ده ولا في اشكال تانية؟ خلينا الاول نتعرف يعني ايه موجيه وايه هي الموجه، وبعد كده نفهم في الاخر يعني ايه الحركه الموجيه وايه تطبيقاتها. قبل ما نتكلم عن الحركه الموجيه خلينا نعمل حاجه سوا. قدامكم صف من الدومينو، هحط ايدي على واحده بس وهحركها وهنشوف الملاحظه. الملاحظه كانت بديهيه جدا بالنسبه لك، خبطنا قطعه دومينو واحده فبالتالي اثرت على كل قطع الدومينو اللي بعديها. اول قطعه بسبب ان انا اثرت عليها بقوه دفع فبدات القطعه دي تاثر على الثانيه، والثانيه بدات تاثر على الثالثه، والثالثه بدات تاثر على الرابعه، وهكذا لحد اخر قطعه دومينو عندي. هو ده بالظبط اللي بيحصل عندي في الموجه. الموجه عباره عن اضطراب بينتقل من مكان للتاني، وده بسببه اللي بيحصل انتقال الطاقه من ذره للتانيه او من جزء للتاني. دلوقتي ممكن نلخص الموجه هي عباره عن اضطراب بينتقل من جسم لجسم اخر او من مكان لمكان اخر. فدلوقتي معادنا ان احنا نفهم يعني ايه حركه موجيه. الحركه الموجيه ممكن نعرفها ببساطه هي الحركه التي تنتج عن اضطراب او اهتزاز الوسط نتيجه لانتقال الطاقه من جزء لاخر او مكان لاخر في اتجاه محدد. الاتجاه ده اسمه اتجاه انتشار الموجه او خط انتشار الموجه. تعريف ممكن تشوفه مكلكع، بس تعالى كده ايه نفصصه مع بعض. حركه موجيه يعني حركه زي ما احنا متفقين ناتجه عن اضطراب الوسط، الوسط اللي هو بيضطرب زي مثلا الطوبه اللي بتقع في الميه، فبتبتدي تنتقل الموجه من مكان للتاني او من جزء للتاني. الحركه دي بتبقى في اتجاه محدد، ممكن يبقى اتجاه دائري او اتجاه خطي، والخط ده احنا متفقين نسميه خط انتشار الموجه. كده تعريف بقى بالنسبه لك سلس وبسيط وتقدر تفهمه قبل ما تحفظه. يعني مثلا في حاله الدومينو بتاعتنا الاضطراب انتقل من اول قطعه دومينو لاخر قطعه دومينو في الاتجاه ده للاتجاه ده، فكانت الحركه بتاعته من هنا لهنا، وهو ده خط انتشار الموجه. وعشان نفهم الحركه الموجيه اكتر كعادتنا هنا في برنامج المختبر، تعالوا نعمل التجربه الجايه. تجربتنا ببساطه كل اللي احنا محتاجينه فيها شمعه وهنولعها، وبعد كده هنثبتها في مكان. وهنجيب عود بخور وهنثبته. وهنبتدي نولعه هو كمان. وبعد ما حطينا عود البخور وولعناه هنجيب ماسوره بيضة، بعد كده هنجيب شوكه رنانه ونهزها كويس جدا ونحطها قبل وبعد عود البخور. هنلاقي ان في المرتين ملاحظه مهمه جدا، الملاحظه ان شعلة الشمعة بتتحرك، واول ما حطيناها ما بين الماسورة وعود البخور لقينا الشمعة بتتحرك فعلا والبخار ما اتحركش قوي ولكن انتقلت له الطاقة، عكس ما جينا حطينا الشوكة الرنانة قبل عود البخور لقينا برضو الشمعة اتحركت بس البخور ذات نفسه ما دخلش جوه الماسورة. نستفاد ايه من الملاحظة دي؟ استفادة مهمة جدا عن الحركة الموجية، ان الطاقة والموجة هي اللي بتنتقل مش الجزيئات اللي بتنتقل،
الجزيئات بتفضل في مكانها، لكن الطاقة بتاعت الشوكة الرنانة والموجة اللي طالعة منها هي اللي ادت ان احنا نخلي الشمعة او شعلتها في الاخر هي اللي تهتز. جزيء ورا جزيء عمال بيخبط في بعضه زي الدومنة اللي احنا وريها لكم في اول الحلقة. قطع الدومنة فضلت في مكانها لكنها نقلت الطاقة. نفس الموضوع، الجزيئات في مكانها اللي هو دخان البخور، ولكن انتقلت الطاقة لحد ما وصلت للشمعة وحركتها. تجربة عندك في الكتاب كانت عبارة عن حبر على ورق، بس احنا عملناها لك قدام عينيك فعمرها ما هتطلع من دماغك. دلوقتي بعد ما تعرفنا على الموجة والحركة الموجية، ان الاوان ان احنا نتعرف على انواع الموجات المختلفة. ايه ده؟ هو في انواع للموجات؟ ايوه، وده اللي هنتعلمه مع بعض دلوقتي. الموجة ممكن نقسمها تقسيمتين مختلفتين، تقسيم على حسب خط انتشار الموجة، والتقسيمة التانية على حسب قدرته على الانتشار. التقسيمة الاولى اللي هي على حسب اتجاه حركة الجزيئات واتجاه خط انتشار الموجة، فهنقسمها لنوعين، موجة طولية وموجة مستعرضة. اما لو هنقسمها على حسب قدرتها على الانتشار فهنقسمها برضو لنوعين، موجة ميكانيكية وموجة كهرومغناطيسية. خلينا كده في الأول نمسك التقسيمة الأولى. قبل ما نفهم الفرق ما بين الطولية والمستعرضة، تعال نعمل مع بعض تجربة بسيطة. التجربة ببساطة إن أنا هجيب الزنبرك اللي أنتوا شايفينه قصادكم ده، وحركه حركتين مختلفتين، وعلى حسب الحركة هنفهم مع بعض الفرق ما بين الموجة الطولية وموجة المستعرضة. أما الحركة الثانية، تعالوا بقى مع بعض نركز على اول حركه انا حركتها. لما جيت حركت الزنبرك بطريقه خلى عندي زي الموجه، زي موجه الميه بالظبط اللي احنا شفناها مع بعض قبل كده. الاثنين متشابهين في حاجه، ان الموجه اللي عندنا ليها قمه وقاع، قمه وقاع، قمه لايه وقاع لايه. لو جينا تخيلنا ان ده خط انتشار الموجه، بنلاقي ان الموجه بتطلع لفوق وبعد كده بتنزل لتحت، بتطلع لفوق وبعد كده تنزل لتحت. احلى مسافه بتوصل لها الموجه هنا بنسميها القمه، واقل مسافه بتوصل لها الموجه تحت خط الانتشار بنسميها القاع. هنا احنا بنطلق على الموجه دي اسم الموجه المستعرضه، الموجه اللي انتشارها بيكون عمودي على خط انتشار الموجه وكمان بيكون ليها قمه وقاع. في الحركه الثانيه بتلاقي ان كل حلزونات الزنبرك اللي عندي بتقرب من بعض، بعد كده تبتدي تقرب 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 تقرب، بعد كده بتبتدي نبعدها، بعد كده تقرب 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 تقرب، بعد كده بنبعدها. التضغط ما بين حلقات الزنبرك هو بالظبط نفس اللي بيحصل عندي في الموجات الصوتيه. بيبقى الموضوع عباره عن تضغط وتخلخل ما بين الجزيئات بعضها وبعض، فعشان كده بتنتقل الطاقه. التقسيمه الثانيه واللي هي على حسب قدرتها في الانتشار في اي وسط، ممكن نسال نفسنا سؤال، هل الموجه دي تقدر تنتشر في الهواء والفراغ؟ طب سرعتها سريعه ولا بطيئه؟ هنسال نفسنا السؤالين دول وهنعرف نوصل لاجابه انهي فيهم ميكانيكيه وانهي فيهم كهرومغناطيسيه. الاجابه ببساطه يا صديقي، هل الموجه دي محتاجه وسط ولا لا؟ بمعنى موجه زي الميه او موجه زي الصوت محتاجه وسط تنتشر فيه؟ ايوه، لانها لا تنتشر في الفراغ. هنا بنقدر نطلق عليها لقب الموجه الميكانيكيه. الموجه زي الضوء مثلا، هل بتحتاج وسط تنتشر فيه؟ يعني من النهايه كده تقدر تنتشر في الفراغ وتقدر تنتشر في اي حته؟ طبعا الشمس الضوء بتاعه بيجي لنا في الفراغ، فنقدر هنا نطلق عليها لقب الموجه الكهرومغناطيسيه. وهو ده الفرق الجوهري ما بين النوعين من الموجات، الكهرومغناطيسيه لا تحتاج لوسط للانتشار، اما الموجه الميكانيكيه بتحتاج لوسط للانتشار. هسالك بقى سؤال دلوقتي، مين اسرع، الموجه الكهرومغناطيسيه ولا الموجه الميكانيكيه؟ عشان تجاوب على السؤال ده خلينا ندي ممثل للموجه الكهرومغناطيسيه، واحسن ممثل ممكن يمثلها هو الضوء. اما بالنسبه للموجه الميكانيكيه، احسن ممثل ممكن يمثلها هو الصوت. تعالوا بقى كده نفتكر ظاهره طبيعيه زي الرعد والبرق. انت بتشوف ايه الاول، الرعد ولا البرق؟ ولا قصدي سوري، بتسمع ايه الاول؟ صح، انت بتشوف بعد كده بتسمع. بتشوف يعني الضوء بيوصل الاول، بتسمع يعني الصوت اللي جاي لك من الرعد بتسمعه بعد كده. البرق الاول بعد كده الرعد، يعني كده الضوء اسرع من الصوت؟ صح. معنى كده الموجه الميكانيكيه اسرع من الكهرومغناطيسيه؟ غلط، الموجه الكهرومغناطيسيه هي اللي اسرع. بعد كل التقسيمات اللي احنا قاعدين بنتكلم عنها، خلينا نفتكر ان كل ده بيندرج تحت نوع واحد من الحركه، وهو الحركه الموجيه. الحركه الموجيه اللي ليها شويه خصائص خلينا كده نراجعهم مع بعض سوا عشان نفهمها اكتر. والخصائص اللي احنا محتاجين نعرفها عن الحركه الموجيه هي طول الموجه، سعه الموجه، السرعه، التردد. هنمسك اول خاصيه وهي طول الموجه، وعشان نعرف ايه هو طول الموجه قدامك نوعين من الموجات، موجه مستعرضه وموجه طوليه.
وعشان تقيس طول الموجة في الموجة المستعرضة فعندك كذا طريقة، يا إما تقيس المسافة ما بين أول قمة للقمة اللي بعدها، أو من أول الموجة لآخرها، أو من القاع للقاع اللي بعده على طول. نفس الحال بالظبط في الموجة الطولية، طول الموجة ممكن تقيس المسافة ما بين تخلخلين متتاليين أو تضغطين متتاليين. أما تاني حاجة هنتعرف عليها هي ساعة الموجة. ساعة الموجة باينة من اسمها اللي هي أقصى مسافة تقدر توصل لها الموجة، يعني في الموجة المستعرضة هي المسافة لحد القمة أو المسافة لحد القاع. أما تالت حاجة هنتعرف عليها هي سرعة الموجة. سرعة الموجة زيها زي أي سرعة في الدنيا، بتاخد المسافة على الزمن. في حالة الموجة هتاخد المسافة اللي استغرقتها الموجة في ثانية، هي دي السرعة. يعني كده بالبلدي بتقسم مسافة الموجة على الزمن اللي استغرقته، وبكده هيبقى عندك سرعة الموجة. وده يخلينا نوصل لآخر خاصية عندنا وهو تردد الموجة. التردد، فاكر المثال بتاع تيتا؟ انت بتروح لتيتا كم مرة في الشهر؟ هو نفس الموضوع في الموجة. الموجة دي حصلت كم مرة في الثانية؟ يعني انا عندي تردد كام مثلا 100 هرتز، يبقى كده الموجة دي 100 موجة في الثانية. طبعا لو انت متابعني هنا في برنامج المختبر فتتفهم الخصائص دي بسرعة، لان احنا دايما كل حلقة بنبني معلومة على معلومة علشان نقدر نوصل للكونسبت الاخير في الاخر، مبدأ يفهمنا مثلا زي النهاردة ايه هي الحركة الموجية، وكمان عرفنا تقسيمتها، ومسكنا لكم موجة موجة وعرفناكم عليها، وكمان بتجربة نقدر نستمتع بالمعلومة وتثبت في دماغنا. طبعا ما وراكش اي حاجة دلوقتي غير ان انت تستنينا في حلقة جديدة من برنامج المختبر.